فضيلة الشيخ وفقكم الله، من طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج في اليوم 15 من ذي الحجة، فهل فعله هذا صحيح؟ فهل إيش؟ فهل فعله هذا صحيح؟ نعم، لأن طواف الإفاضة يجوز في 15 وفي آخر الشهر، ليس له نهاية. وقت طواف الإفاضة ليس له نهاية، إنما البداية، بداية طواف الإفاضة هي المحددة في منتصف الليل من ليلة العيد أو بعد ارتفاع الشمس، هذا بدايته محددة. أما آخر وقت طواف الإفاضة فلا حد له، يجوز يوخره إلى 15، إلى 20، إلى 30، إلى ما بعد ذلك. المهم أنه لا بد منه، ما يتركه لا يتم حجه إلا به، فلا يتركه متى ما طافه أجزاء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.